ودلوقتي في تحدي الأهل معانا الطفل ياسين الجميل ومعانا مامته مدام نورهان. مستعدين للتحديات؟ مستعدين. جاهزين؟ جاهزين. في أي شكوى بتواجهيها ضد ياسين؟ لا خالص. خالص؟ ملاك بريء. بجد؟ جدا. أنت ياسين في أي شكوى ضد ماما؟ في؟ إيه يا حبيبي مضايقاك في إيه ماما؟ لا مش مضايقاني. أمال إيه؟ قلت أه ليه في شكوى؟ مش عارف أساسا. ما كنتش تعرفها أساسا؟ ما كنتش عارف مامتك؟ لا مش عارف الكلمة دي. مش عارف الكلمة فقلت أقول أه أحجز مكان وخلاص صح؟ جت ما جاتش مش مهم. ماشي يلا نبتدي مع التحدي الأول. مستعدين؟ مستعدين. التحدي الأول هو تحدي الصور. هوريكي مجموعة من الصور وأنتِ تحاولي تقولي إيه اللي موجود جواها لياسين، أوكي؟ أوكي. وأنت تحاول تخمن ياسين. ممكن أعمل له صوت عادي؟ أنتِ قولي له بالبق. ماشي أوكي. ياسين حاجة أنت نفسك تجيبها تحطها على الكومودينو جنب السرير بتاعك. تعرفك الوقت. ايه هي يا ترى؟ كل يوم موبايل؟ منبه؟ المنبه. الإجابة صحيحة. منبه. شاطر يا ياسين. ونروح للصورة اللي بعدها. انت اللي خليته تخمني. انا اللي عرفتها. يلا. بص يا ياسر، حيوان انت بتحبه رقبته طويلة قوي، بياكل من الشجر. زرافة. برافو عليك. الزرافة. ايه الشطارة دي يا ياسين؟ تاني درجة معانا كسبها يا ياسين، برافو. طائر لونه أصفر بيعوم في المية. معرفش. عيطني. عتل في دي. بتبقى وراها ولادها كده صغننين وهي ماشيه قدامهم. قلدي له الصوت او اي حاجه. بتعمل باك باك باك. بطه؟ صح. بطه. اجابه صحيحه. ايه اللي عمال يكسب كل الالعاب دي؟ يلا. بص يا سيدي، حيوان كبير ضخم قوي لونه بني. في فيلم انت بتحبه قوي كرتون، لما الولد بيتحول ايه؟ خروف. خروف. اسد. ضخم ضخم لونه بني. ايه ايه الوقت. الوقت. منديل. الوقت. انديل. خنزير. خنزير. ما اعرفهاش دي. الوقت. حاول. ما معرفش الفيلم. الفيلم الكرتون اللي بتحبه. حاول. الوقت بيخلص، فاضل 3 ثواني. ها. يلا عينيك كلها ذكاء، انت جاوبت 2. انا معرفش. حاول. انا معرفش ايه هي. سهليها له اكتر. كان راح كده عند الجبل اللي فيه الانوار. انت عارف الفيلم اللي بتكلم عنه؟ جمل. لا مش كده. مال ايه؟ لا حاول. حيوان ضخم. لونه بني. دب. ايوه صح. دب. والاجابه للاسف غلط. مال ايه هي؟ الاجابه دب واولاده. ما نقدرش ننساهم. ما نقدرش نعمل نفسنا مش واخدين بالنا منهم. 2 زي الورد اهم. شفتهم؟ ما انا قلت دب، مش لازم اقول ولاده. ازاي يعني احنا نقول مدام نورهان موجوده معانا ونحس ان انت مش موجود؟ نكره؟ ننكرك؟ ينفع؟ ينفع؟ لا. بس كده. يبقى ده ايه؟ دب. واولاده مين؟ اولاده. مين؟ دب. اسمهم ايه؟ اسمهم ها؟ ايه؟ ياسر وايمن. ياسر وايمن؟ يبقى اسمهم ايه؟ ياسل وأيمن. ياسل وأيمن، نورتونا في برنامجنا. يلا مستعدين تروحوا للتحدي التاني؟ التحدي ده كسب فيه ياسين 2-1 بس اللي خسرها، أوكي؟ أوكي. يلا بينا على التحدي اللي بعده. التحدي التاني هو تحدي النيو لوك. هنشوف هل
ياسين هيقدر يعمل نيو لوك لمامته مدام نورهان بالمكياج ولا هيفشل؟ استاذ ياسين ليك في الميك اب؟ هتعرف تحط لها روج وحركات؟ هتكسب؟ متاكد؟ الثقه دي ايه؟ ماشي اتفضل يلا اول حاجه حط لها البودر. خدي ياسين بدي كده وايه وعلى وش ماما كله يا حبيبي وماشي ارسم اللوحه. ايوه يا سلام على الجمال. ايوه وتحت في الدقن هنا كده. مبسوط يا ياسين؟ انا عارفه ان اللحظه دي انت كنت بتستناها من زمان. هو بيعمل هوايته المفضله. يلا خد بقى دلوقتي ده في الخدود حط لها. ايوه دايره. ايوه دايره زي بقى ده بقى فوق العينين. عايز تختار لون ايه؟ عايز اختار اللون الاخضر. اتفضل يا حبيبي روق على ماما. احلى ذكرى ما بينكم وهتفتكروا كلامي ده لما وانت عريس كده تشوف عملت ايه في ماما حبيبه قلبك. الله الله. هاتي يا حبيبي هات. مبسوط يا ياسين؟ اه. يلا الروج الشقي في البق الجميل. من فوق ما كملتش الروج من الجنبين يا ياسين. ينفع كده؟ لا مش بايدك مش بايدك. لا ما مش رايحه بايدك. روح اقعد بقى على الكرسي بتاعك. ايه رايك في شكل ماما من بعيد؟ مش حلو. لا ليه؟ مش حلو. هو انا كنت حاطه غليب بصراحه. طب وليه حطيته غليب؟ هو حلو من قريب لكن وحش من بعيد. استغربته. طب نوريه لماما؟ مستعدة؟ مش مستعدة بصراحة. لا لازم تستعدي. تا 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 تا. اوبا الصدمة القوية. ايه يا ابني ده؟ بس الروج حلو. الروج حلو. الحقيقة الروج حلو. الروج حلو. يبقى كسبت بتاعة اللوز دي. انت كسبت. كسب في الروج. بس ماما هي اللي هتحدد انت كسبت ولا خسرت لان التحدي ده الدرجه بتاعته في ايد ماما. حرام عليك. تديله كام من 10 يا ماما بعد اللي انت فيه ده دلوقتي؟ بعد اللي انا فيه ده؟ ايوه. هتبرم منه خالص. لا لازم. ممكن اديك كام يا ياسين؟ 24 مثلا؟ 24 من 10؟ ده انت ايه ده؟ طيب 10. زي بعض. طيب 10. يعني راضي بقليله. لا انت قولي الحق. استنى. 6 من 10 هي درجة ياسين. مش حلوة معانا. ما اللي انت عامله ده مش حلو بقى. وبكده يبقى ياسين كسب في حاجات وخسر في حاجات ولكنه مجموع درجاته بتقول انه كسب معانا في كل تحديات غرفة الأهل. بنقول لك مبروك يا ياسين.